واللي بيتهيألي انتوا شخصيا انتوا الاثنين بتحبوه جدا. عايزكم تاخدوا التليفون. ردي عربي يقول الو. الو كابتن كهربا على طول كده. عارف انا قالوا بتاعتك نجم النادي الاهلي طبعا منتخب مصر كابتن كهربا. ازيك كابتن محمود؟ حبيبي الحمد لله يا احمد، انت اخبارك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، كنت منور الشاشه امبارح واستمتعنا بيك على شاشه الاهلي. حبيبي ربنا يخليك، انت دايما منورها والله العظيم يعني. الله يخليك. الله يخليك محمود، والف مبروك طبعا ليك والقناه طبعا يعني بشكلها الجديد. مبروك على جماهير النادي الاهلي. عايزك تحكي لي كده شويه عن عربي وفخري، ازاي بتشوفهم وازاي بتشوف مستقبلهم مع النادي الاهلي، وايه اكتر حاجه بتميز كل واحد فيهم؟ لا ده عربي وفخري طبعا حبايبي، بس انا عايز اقول لهم يعني انا لسه بفطر يا عربي انت فخري لسه بفطر. ها فاهمين انا قصدي على ايه كده. ربنا يحفظهم ودايما كده متالقين، ويمكن ما شاء الله عليهم يعني هم الاثنين في التمرين يعني الفتره اللي فاتت ديت يعني ما شاء الله. ما اهم حاجه عندهم ما عندهمش كوف خالص، وعندهم شخصيه النادي الاهلي، ويعني انا بتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه، لان هم فعلا فعلا يعني على المستوى الشخصي محترمين جدا، ومن اللعيبه يعني الصغيرين اللي هم عندهم الروح كده والشخصيه ان هم فعلا في اي وقت من الاوقات ان ممكن حد يعتمد عليهم. عربي ديفندر بيدقك في ملعب يا كابتن كهربا وانت في التمرين حتى، يعني بتحس انه كده وائل جمعه اللي جاي ولا ايه؟ هو بيضرب فينا بس، عربي بيضرب فينا بس. فخري هو فخري بصراحه بيصنع لي اهداف بصراحه ما شاء الله عليه يعني، فخري بيصنع لي اهداف وعربي بيضرب. انت هاف ديفندر يا عربي صح؟ انا بلعب 6 وبلعب 8. 6 و8 اوكي. كمان الكابتن كهربا من اول من اول يوم نفس مركز ديانج والسوليه. هو حضرتك بس احنا بعد ما حضرتك تخلص احنا هنتكلم في جزئيه مهمه يعني، فخري اتكلم وانا اتكلم. اوكي. الكابتن كهربا اول ما دخلنا، اول ما جيت انا النادي الاهلي يعني انا ما جيت قعدت فتره في الدرجه الاولى، وبعدين نزلت وبعدين طلعت ثاني. في اخر فتره دي كان كهربا كان لسه جاي، فاول هو اول حد استقبلنا واتكلم معايا. اتكلم معايا كنت انا وشادي وشكري، اتكلم معانا قال لنا انتوا لازم تكونوا تشد حيلكم تلعبوا رجاله، ما فيش فرق بينكم وبين اي حد يعني. كان هو من اول اللعيبه اللي استقبلتنا واتكلمت معانا، حسيتنا ان ما فيش فرق بيننا وبين اي حد. انا عايز اسال كهربا، كابتن كهربا دايما يعني بيقولوا فانيله النادي الاهلي تقيله قوي، ولما يبقى في حد طالع من فريق صغير او من الناشئين هيتمرن مع فيرست تيم، بيتهيألي بيبقى في دور كبير جدا للعيبه الكبيره اللي زي حضرتك وزي بقيه الفريق طبعا. ايه بيبقى دوركم وايه النصايح اللي انتم بتبقوا حريصين انكم توجهوها ليهم؟ طبعا فريق النادي الاهلي طبعا تقيله جدا طبعا يعني، مش اي حد يتدفع، بس يعني عربي وفخر طبعا يعني متربيين في النادي الاهلي، عارفين الاساس او متعودين ان هم يعني تيشيرت النادي الاهلي ده بالنسبه لهم يعني حاجه كبيره قوي. فاحنا دورنا كله ان احنا بنوصل لهم يعني ان هم دايما يتعبوا يمكن يتعبوا اكتر مننا كمان يعني. تشوفوا لعيبه كتيره بيتمرنوا ازاي، بيتعلموا منهم، ودايما احنا عندنا في النادي الاهلي يعني يمكن احنا كلنا اسره واحده يعني، بنقعد نتكلم مع بعض. صحيح. مفيش فرق بين لعيب صغير او لعيب كبير عندنا، حتى لما هم طلعوا في الدوم يمكن كل يوم انا في التمرين في الاوضه بقعد اتكلم معاهم، العبوا براحتكم اتمرنوا براحتكم، لو في اي حاجه حد بيضايقكم ولا حاجه تعالوا اتكلموا معايا. لان احنا دايما انت عارف بتبقى في الملعب كده بتبقى في نرفزه يعني، عارف في الملعب في التمارين والحاجات دي كلها، فانت عارف برضو اللعيبه الصغيره لما بتيجي تطلع واللعيب مثلا كبير حد اتنرفز ولا حاجه زعق قصده يعني. صحيح. ففي اللعيبه الصغيره ممكن تزعل لان برضو هي مش متعوده على كده، واول مره يدخلوا برضه الفريق الاول. فدايما على طول بتكلم معاهم ان هم لازم يعني يتمرنوا، لازم يدوا اكتر مننا بمليون مره، لان هم اللي هيبقى هم السيستم، هم هيبقى السيستم النادي الاهلي يعني. النادي الاهلي الفتره الجايه هو اللي هيعتمد عليهم، فعشان كده دايما بكلمهم، وان هو يعني برضه بحب يعني عشان هم عارفين بحبهم قد ايه بصراحه يعني. طب قول لي النهارده في الاخبار بتاعت تمرينه الاهلي، عرفت ان كابتن فايلر كان ليه اجتماع معاك انت تحديدا، ايه اكتر حاجه او ايه اهم حاجه دارت في الاجتماع ده بينك وبينه؟ لا والله يمكن مستر طبعا يعني كان بيتكلم معايا يعني في الفترة الجاية من الواجبات الفنية يعني، دايما بيقعد يتكلم معايا هو كل يوم يعني بصراحة يعني. يمكن هو بيساعدني بشكل كبير قوي. حاسس يعني انه الراجل مركز معاك بشكل لا بشكل خاص. هو مركز معايا حتى من ساعة ما جه والله. يمكن هو بيقعد يتكلم معايا كتير، بيقعد يعني يحفظني حاجات كده يعني اعملها في التمارين حتى، فانا يعني بعمل اللي هو بيقول لي عليه، فعشان كده كل يوم يقعد يقول لي حاجات جديدة فبعملها.
دي اللقطة طبعا اللي جمعت بين فايلر وكابتن كهربا في التمرين النهاردة. مسؤولية كبيرة يا كابتن كهربا وجمهور الأهلي يعني على البطولة الأفريقية، وأنت ونجوم النادي الأهلي الحقيقة يعني قدامكم كتير الفترة اللي جاية، فكل التوفيق وبشكرك جدا على التواصل معنا في السادات. هيكسب إمتى طيب؟ بيقول لك كابتن عربي بيقول لك هتكسب إمتى؟ احنا كسبنا النهارده خلاص انت عايز تاني. بس حابب بس اشكره جدا يعني بصراحه، انا متواجد في الفريق الاول بقالي سنتين يعني الحمد لله، فهو لما يعني جه كنت انا موجود فهو يعني من اول ما يعني ما اتقابلنا وكده فسلمت عليه وكده اكنه ان انا اعرفه بقالي فتره كبيره. ما فيش اللي هو انت بقالك كتير وانت مش موجود وانت صغير وانت كبير. سلم عليا وحضني وشد حيلك انت كويس والكلام الجميل ده، ودايما في التمرين بيقول لي شد حيلك واتمرن وما فيش فرق وما تخافش من حد. والفتره دي يعني هو ماشي بشكل كويس ومكسر الدنيا ما شاء الله، وماتش الجونه جاب جولين وربنا يكرمه في وعمل اسيست عالمي كمان واسيستين وربنا يكرمه في الفتره الجايه. هو يعني لعيب جامد جدا وانا بحبه على المستوى الشخصي. الاهلاويه مستنيين منك كتير ومنتخب مصر ان شاء الله مستني منك كتير. كابتن كهربا بشكرك شكرا جزيلا على تواصلك معنا في السادسه. كابتن فخري